القاضي هو الذي له أن يفرج. وقد أصدر الكثير من بطاقات الإفراج، وحتى كيف جابوا له في الأول وأنا عرضوا عليه البحث الكثيرين معناها أفرج عليهم حينا، وما استناش وزارة العدل وما استناش تعليمات وزارة العدل وما انتظرش إضرابات الجوع وما انتظرش الاحتجاجات والمظاهرات، خذي قراره تبقى القانون. القاضي هو الذي يضمن معناها احترام الحريات، وهو الذي يضمن حماية الأمن العام، وهو الذي يضمن حماية حرمات الناس وأعراض مملكهم، وهو الذي له القرار الأول والأخير في حالة من يرى ضرورة لحالته في الإفراج عمن يرى ضرورة الإفراج عليه، في الإبقاء في السجن عمن يرى ضرورة الإبقاء. هذه يلزمنا نتفقوا فيها صح باش ما عداش نقولوا الكلام اللي هو من معناها في الحقيقة من أثار بقايا العهد البائد. وزير العدل يوقف وزير العدل يسيب، راه وزير العدل في دولة ديمقراطية، في دولة القضاء فيها مستقل، في دولة لا علوية فيها القانون، لا يوقف ولا يسيب. وزير العدل عنده حاجة واحدة بحكم رئاسته للنيابة العمومية، وهذه خلينا نوضحها لكم لآخر مرة، وزير العدل عنده الحق بحكم رئاسة النيابة العمومية تبقى أحكام فصل 23 من مجلة الإجراء الجزائية، عنده الحق في الإذن بإثارة التتبعات القضية أو بس، وليس له معناها أي سلطة في غير ذلك. ولذلك اطمان الموقفين الكل اللي سميتهم أنت ولا ما سميتهمش واللي سموا فيه بعض القنوات الأخرى موقوف بموجب قرار معناها من الإعداد، إن شاء الله الناس كل تقتنع أنه اللي عنده مطلب مشروع يتحققه إذا كان عنده حق ياخذه، من غير ما يحتاج لإضراب، من غير ما يحتاج المظاهرة، من غير ما يحتاج لحملة إعلامية في التلفاز، من غير ما يحتاج لحملة إعلامية في الجرائد، من غير ما يحتاج لحملة إعلامية في الإذاعات.